السلام عليكم. داي هاد الحلقه هذه ما غتكونش على البودكاست، الحلقه الجايه هي اللي غتكون على البودكاست. هاد الحلقه هذه بغيت نوريكم فقط النتائج اللي استخدمتها انايا واللي اشتغلت عليها، نتائج القناه ديالي في غضون تقريبا اسبوع. تحصلت على عدد كبير من المشاهدات، وفي غضون تقريبا يوم او اقل من يوم تحصلت يعني على اكثر من مليون مشاهده. كل هذا غادي نشوفوه في هذا الفيديو بالتحليل، يعني غادي يكون كل شيء بجميع الاحصائيات. هذا الفيديو هذا فقط باش ندعم الناس اللي بغاو يخدموا على يوتيوب، وباش نوري على ان الفيديوهات ديالي اللي كنهضر لكم في القناه هي فيديوهات ما كاينش منها يعني حتى اي مشاكل، وما غادي يعني ماشي شي فيديوهات لانك تخدم عليها وما تحصل على النتائج. الفيديوهات اللي كنوضع لكم ديما تكون عندها نتائج، واللي ديما كنوضع لكم الاثبات. وفي هذه الحلقه هذه غادي يكون الاثبات بالاحصائيات اللي غنعطيكم في هذا الفيديو هذا. فشي واحد بغيت نشير ليه هو الناس اللي تيجيو في الكومنتات وتكتبوا على ان الفيديوهات او الفيديو اللي وضعته مثلا في السابق في الحلقه السابقه هناك من قال على انه فقط نصب فقط لاضع يعني فبغى باش ندير فيديو صافي، يعني تيقول لك باش ندير فيديو كتقول اي حاجه باش دير فيديو. مي انا كنوريك شي حوايج اللي بزاف الناس ما غايعطيهمش لك. كاين الناس اللي كيشوفوا على انني كنعطي شي حوايج اللي ما كاينش شي واحد اخر اللي يعطيهم، وكيبدا يبدا يسب في التعليقات ولا شي بحال هذا. المهم انا ما كيهمنيش هذا الشيء، المهم هو انني نوصل الناس اللي باغيين يخدموا ونوريهم حتى النتائج اللي انا تنشتغل عليها. فاي مجال بغيتي تخدم عليه هو يعني اول شيء هو تركز عليه بشكل كبير باش تحقق فيه نتائج ايجابيه، هذا اول شيء. فحتى كاين شي ناس اللي كيشوفوا او الناس اللي خدامين على بعض الطرق، انا فاش كنوضع فيديو كنشوف فيه هذيك الطريقه اللي كيخدم بها بعض الناس. ف بزاف ديال الناس عاوتاني تيجيو يتشكاو تيجيو يوضعوا السب يعني في التعليقات، وهذاك الشيء ما كيهمش. المهم اللي كيهم كما قلت لكم هو نصل لكم ديما المواضيع ونصل لكم ديما الطرق الربحيه باش يستافد الكل، ماشي غير واحد الفئه اللي تستافد. فجميع خصوصا المبتدئين، يعني خصوصا المبتدئين تنحاولوا ديما اننا نوضع لهم طرق باش انهم يبداو في هذا المجال هذا باش يحترفوا شيئا فشيئا. قبل ما ندخل لهذا الفيديو هذا وقبل ما ندخل لهذا التحليل اللي غنوضع لكم في الفيديو هذا، نتمنى انك تشارك هذا الفيديو هذا في صفحتك على الفيسبوك، وكذلك يعني تدعمنا من خلال ضغطك على لايك والاشتراك في القناه اذا كنت هذا اول مره تشاهد قناه سمبو. مشاهده ممتعه. السلام عليكم الدراري. في هذا الفيديو هذا غادي نوريكم الاحصائيات اللي تحدثت عليها في مقدمه هذا الفيديو هذا، واللي بزاف ديال الناس جاوا عندي في الفيديو السابق وتيتمنوا انهم يشاهدوا الحلقه ديال البودكاست اللي غنشرح لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. بغيت نوريكم هذه الحلقه هذه غير الاحصائيات اللي غتحصلوا عليها في حاله اذا اشتغلتي بنفس الطريقه اللي وريتك. فكاينين شي ناس قالوا على ان الفيديو السابق ما هو الا فيديو يعني نصب، يعني انا اقوم بالنصب عليكم. فاذا كان هذاك يعني كتعتبروا انه نصب فقط، يعني اعتبروا بانه نصب وحيد من الفيديو، ما تشوفوش ما تخدمش عليه ما والو. انا درت الفيديو بالنسبه للناس اللي باغين يخدموا، بالنسبه للناس اللي باغين انهم يربحوا من الانترنت ويحسنوا الدخل ديالهم، فهذه هي افضل طريقه فقط مجانا، لن تحتاج يعني حتى شي حاجه باش انك تقوم بهذا يعني بهذه الطريقه اللي نستعملوها واللي استعملناها في الفيديو السابق واللي غنكملوا معكم التحليل ديال هذا الفيديو السابق. يعني غنكملوا التحليل ديالو في هذه الحلقه هذه. فللمعلومه فقط، لا انا ما عملت يعني حتى شي اعلان، ما عملت حتى شي حاجه. كل ما عملته هو انني عرفت كيفاش ننشر الفيديوهات، عرفت كيفاش ننشر يعني طريقه النشر. ما تنشتغلش على هذه القناه هذه، عندي جوج قنوات اخرين سبق لي ذكرت لكم هذا الشيء في يعني في الفيديو السابق. اي انا لحد الان عندي اربع قنوات، من بينهم قناه مزوا، من بينهم قناه سيموفو، ومن بينهم واحد جوج قنوات اللي ما بغيتش نذكر لكم حتى السميه ديالهم. حتى قناه مزوا ما كنتش باغي نذكرها، مي حاولت انني نشارك معكم باش نحفزكم حتى على نشر الفيديوهات. انا هاد القناه هذه كنت خدمت عليها شحال هادي، جابت لي بعض المشاهدات، جابت لي بعض هادي، ولكن ما كنتش نشتغل بها بزاف حيت كانوا عندي جوج قنوات واحد اخرين كنت خدام عليهم.
ولهذا قررت انني نبعد شويه على قناه مزورة ونبعد حتى على قناه سمو بو، حيت كنت نشوف راسي حسن تنعطي في جوج قنوات الاخرين اللي حاليا يعني واصلين لواحد نسبه المشاهدات كبيره ونسبه المشتركين كبيره. وقررت انني نوريكم بعض الطرق اللي يمكن يعني ما تنظرش ان شي واحد يقدر يشاركها معكم، وان انا متاكد يعني مليون في المية بان كاع الناس اللي جاوا عندي وقالوا على ان فيديوهات ديالي هي فيديوهات نصب او كنصب عليكم في ذاك الفيديو، فكون متاكد بانه يعني فقط ما بغاكش تخدم على ديك الطريقه، ما بغاكش توصل بهذه النتائج اللي تحصلت عليها انا في هذه القناه هذه. وماشي صدفه، ماشي فيديو او لا فيديو او لا فيديو ثاني، يعني ماشي صدفه، بل هي يعني عن طريق العمل، عن طريق كيفيه معرفه يعني كيفاش يمكن لك تعرف انك تعمل على اليوتيوب. على العموم غندخل يعني حاولت انني ندخل يعني صفحه جوجل في الاول باش يبدا كل شيء يعني ب يعني بتتساهل، انه ما كاينش شي ترافيك، ما كاينش شي تزوير او لا شي حاجه بحال تيديروا شي وحدين. المهم خرج بلا ما نكتو، ندخلوا للوحه البيانات او الداشبورد من خلال يعني لوحه البيانات الخاصه بك او الداشبورد الخاصه بك، وغتشوف معايا على النتائج المحصل عليها. انا تحدث يعني عن يوم واحد تحصلت على اكثر من 75000 مشاهده، اكثر من 75000 مشاهده خلال 48 ساعه، تحصلت على اكثر من 500000 مشاهده، يعني خلال 48 ساعه تحصلت على مليون و تقريبا يعني تقريبا 2 مليون مشاهده من جميع الفيديوهات. شوف هذا الفيديو هذا اللي هو كلاسي الثالث يعني في اخر 48 ساعه، هذا تلونسا اليوم 22/9 تلونسا اليوم وتحصل على 100000 مشاهده. كانت الناس اللي كانوا شافوا الفيديو السابق غيكونوا شافوا هنايا على انه كانت عندي فقط وقيله 18000 مشترك، الان وصلت 28000 مشترك والعدد في تزايد. يعني انا ما كنت نستخدم على القناه، مي بمجرد انني بديت نخدم عليها في سيمانه او نعم سيمانه بحال هكاك، شفت على ان جميع المشاهدات يعني كانت حتى تشوف هنايا على انه تيقول لك اخر 28 يوم تزادت الاشتراكات الى ازيد من 10000 مشترك، وبالنسبه للمشاهدات فزادت اكثر من 999 في المية يعني اكثر، يعني يعطيك هنا علامات اكثر، وكذلك هنا اكبر يعني من 909 في عدد مشاهدات الوقت يعني داخل الفيديوهات. وبالنسبة للارباح في اخر 28 يوم تحصلت على اكثر من 999 في المية. فالمعلومة فهناك الناس يجوا يقولوا لي انت تحصلتي على جوج المليون تقريبا للمشاهدات في 28 يوم ويلا حصلتي على 121 دولار، فهذا كيفاش نقول لك، هاد التقايل اللي كتشوفوا بالنسبة للأرباح فماشي التقايل الأولي، فالتقايل هو يعني تقدر تبان لك هنا 121 100 أرباح وكتر توصل حتى 250 300 دولار، واللي غتبان من هنا 3 أيام 4 أيام تتبان لك هنا الأرباح. فبالنسبة للشانيل هنا غنمشي جو تو شانيل أناليتيك بحيث أننا نشاهدوا الإحصائيات اللي تحصلنا عليها. هنا اخر 28 ساعه اخر 28 يوم ما نتسوقوش لهذه حيت احنا اصلا غنهبطوا لهنايا لهذا المكان هذا وغنديروا هنايا سي مور اي مشاهدات المزيد، بحيث اننا نشاهدوا اكثر المشاهدات والفيديوهات اللي تلونسات في يعني في الاخر يعني ستبلك على نهايه بوبليش دات، بحيث انه يعطيك يعني المشاهدات اللي تحصلت عليها او الارباح اللي تحصلت عليها خلال او المشاهدات اللي عم تطلع اللي تحصلت عليها في يعني الان، يعني هذه اللي تشوفها معايا دابا فهذا الشيء لايف، فكما كتشوف معايا هنا هنا تعطيك على انه تحصلتي على 3000 مشاهده مع الجوج، يعني حاليا يشاهد 3000 او 4000، يعني حاليا كتشوف على ان الارقام تتغير حتى بالنسبه لهنايا. فهاد اخر 60 دقيقه فكما كتشوف اخر 60 دقيقه تحصلت القناه على ازيد اوكي اظن انه هناك خطا ما اوكي اخر 60 دقيقه تحصلت القناه على 56000 مشاهده، هذه في ساعه، يعني القناه كامله تحصلت على 56000 مشاهده في ساعه، اتحدث هنا في ساعه. في اخر 48 ساعه اي في يومين تحصلت القناه على 1,800,000 مشاهده، اوكي يعني اكثر من 800,000 مشاهده. على العموم يعني هذه المشاهدات اللي تشوفها هنايا هي مشاهدات يعني تعطيك على انه توداي توداي يعني اوكي
هنا تركتو دائما من الجوج حتى الجوج وست دقائق، اي انه يعني انا ناقصه عندي ساعه، يعني من الجوج حتى الجوج وست دقائق تحصلت القناه على 5000 مشاهده، يعني في مده 5 دقائق فالقناه حصلت على 5000 مشاهده. على العموم امشيو لهنايا، كنا نكليكيو على بيبليش ديت في هذا المكان في البلاصه هذه باش اننا نتحصلوا على اخر فيديوهات اللي تلونصات. فهذا اخر فيديو تلونصات في القناة ديالي واللي تحصل على 3000 مشاهدة، ماشي نسبة كبيرة على العموم. فالفيديو في البداية ديالو ما تلونصاش هادي شي مدة ما كاملاش عليه شي ساعات المقالة ما كاملاش عليها. على العموم اوكي غنزل شويه كما تشاهد مع هذه عدد المشاهدات. الخطا اللي دات انايا هو انني بديت انشر الفيديوهات بشكل متراتب، لهذا كتشوف انا تشوف معايا على ان بعض الفيديوهات ما تحصلش عليهم على مشاهدات، وهذا شيء عادي حيت انا ما ركزتش على نشر كل فيديو والتركيز على كل فيديو، فركزت على نشر العدد من الفيديوهات. هذا بالطبع يعني شيء خاطئ. على العموم يعني انا احاول التركيز. اوكي هذا تم نشره اليوم وتحصلت على اكثر من 102000 مشاهدة، هذا فقط فيديو اليوم. اوكي يعني هذه في اخر 8 اوكي اخر 60 دقيقة. اوكي سنزل اخر 60 دقيقة تحصلت على 20000 مشاهدة، اي 20000 مشاهدة فقط في يعني في تقريبا ساعة. اوكي أتنزل شوية الأسفل غتشاهد معي الآن هنا عدد المشاهدات الأخرى. أوكي غنطلعو شوية وغنمشيو للتيست يعني آخر 48 ساعة كيفاش تحصلت. أوكي آخر 48 ساعة هاد الفيديو هذا تحصل على 800 ويعني تقريبا مليون في آخر يومين. أوكي يعني اليومين تحصلت فيها على مليون مشاهدة. هاد الفيديو هذا تحصل في يومين على 600,000 و7,000 مشاهدة، يعني في يومين نتحدث هنا في يومين، وهذا في يوم يعني تقريبا ماشي في يومين مي في آخر ساعة تحصلت على 102 يعني، وهذه العدد آخر يظهر معك 28,000 و25,000 وعدد هنا يظهر معك كما تشاهد معك العدد هنا تهبط، هذا لأنني قد ضغط على الترتيب. أوكي هاد الطريقة هذه هي فقط يعني هنا يعطيك ابديت لايف بحيث انه يعطيك على ان دائما يكون هناك الابديت او التحديثات بشكل يعني تعطيك التحديثات بشكل دقيق يعني بشكل مباشر. اوكي كتنتظر هنا يعني كتشتغل على الفيديوهات الخاصة بك. شيء اخر على ان الشيء الجميل الذي اصبح في القناة هو اصبح بها تفاعل كبير بما انه تم تزايد عدد المشتركين، بحيث انني نوريك واحد المثال يعني فقط ما تحاول تشتغل على حتى الفيديوهات، حاول تشتغل على المنتدى الخاص بالقناة ديالك. فانا المنتدى الخاص بقناتي وضعت يعني فقط في البارحة وضعت يعني تقييم بحيث انني اعرف هنا قلت هنا مع ام ضد بقاء سيسي في الحكم، هنا وضعت مع حكم السيسي وهنا ضد حكم سيسي. ضد حكم سيسي تحصل على 94% و 6% مع حكم السيسي، مع العلم على ان الفوت يعني في خلال يومين او يوم واحد بالطبع وليس يومان، يعني وضعته البارحة بالليل وتحصل يعني خلال 21 سبتمبر واليوم هو 22 سبتمبر، وتشاهد معي تحصل على 43 كومنتير، 293 لايك و 2100 فوت او 2100 تصويت. اوكي نشوفوا هنايا اكثر بحيث انني دخلت على الاناليتيك باش تشاهدوا. اوكي كيف ما تشاهد معايا هنايا 2100، هاد 2100 كلهم صوتوا على هاد الجوج هادو، و 293 لايك حصل عليها هاد البوست وبعض الكومنتات اللي تحدثنا على العدد في يعني 43 كومنتير كيف ما تشوف هنايا. يمكن تشتغل حتى على هاد الكومونتي يعني بحيث انك تشتغل على المنتدى الخاص بك يعني باش تحصل حتى على تفاعل كبير في القناة ديالك وتزيد من عدد المشتركين، ويعني حتى المشتركين اللي عندك تكون عندهم تفاعل في القناة وكيتم يعني ديما يتفاعلوا مع القناة ديالك، بحيث انه اي منشور يتم نشره الا ويصل لهم في
يعني يصل لهم يعني في المستجدات الخاصة بهم في النوتيفيكيشن كما سبق وأن تحدثنا من قبل. أوكي، على العموم يعني هذه هي إحصائية اليوم، وإن شاء الله في الحلقة القادمة كيف ما قلت لكم على أنني غادي نشرح لكم كيفاش يمكن لكم أنكم تشتغلوا على هاد الفيديوهات، يعني في حالة إذا كنتي مبتدئ، في حالة إذا كنتي يلاه بديتي تنشر الفيديو ما عرفتيش يعني كيفاش تخدم على هاد الفيديوهات، ما عرفتيش كيفاش تحصل على هاد النتائج اللي تحصلت عليها أنا في القناة، غادي نشرح لكم إن شاء الله جميع الأسرار اللي كنخدم بها أنايا، وكيفاش يمكن لك أنك تزيد عدد المشاهدات، هي تزيدها بطريقة اللي كيفاش غادي نقول عليها، طريقة ماشي مخالفة، بل هي طريقة هي يعني يمكن لك أن قانونية، يمكن لك أن تقوم باستخدامها بشكل عادي جدا. هذه فقط الطريقة اللي نقول لكم دابا، هي طريقة أو اللي نقول لكم في الفيديو الجاي، هي طريقة اللي ما تستعملهاش ديما، ما تستعملهاش ديما، هي فقط باش تطلع القناة ديالك. إن فوت تطلع القناة ديالك ما تعودش تضرب ديك الطريقة، فإلا في حالة لك أنت باغي تستعملها في قناة واحدة أخرى جديدة. اوكي، نتمنى كل شيء يقوم بعمل اشتراك بالقناه الخاصه بي، وليس قناه مزوغه بل قناه سموبو، باش تحصل على الفيديو الجاي اللي غيكون ان شاء الله غدا، واللي غنشرح لكم فيه كيفاش يمكن لك انك تصعد الفيديوهات، خصوصا انني لقيت بعض الناس اللي كيوضعوا فيديوهات وكيحصلوا على يعني 10 15 المشاهدات، وهذا راجع لأن قناته جديدة وهناك بعض الأساسيات التي يجب عليك أن تقوم بمعرفتها قبل ما تخدم أو قبل ما تخدم في هذا المجال هذا. فنتمنى كل شيء يشارك القناة وكل شيء يشارك هذا الفيديو هذا باش يوصل العديد من الأشخاص، وباش يكون هناك دعم كذلك، يعني كما إن شاء الله كندعمكم حتى نتوما إن شاء الله خصكم تدعموني باش نقدم لكم ديما الجديد ونعطيكم أسرار ديال الربح في القناة أي قناة سموبو. أتمنى يكون حلقة اليوم قد نالت إعجابك، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الضغط على لايك والإشتراك في القناة وتفعيل الجرس. كان معك خيسمو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.